السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاكمة طبيب التجميل حسن التازي تشهد سابقة من نوعها، إليكم التفاصيل. في سابقة من نوعها قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الجمعة ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر. وقامت المحكمة أيضا برفض السراح مؤقت، وأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء كانت قد أجلت يوم الخميس محاكمة الدكتور حسن التازي طبيب التجميل الشهير رفقة زوجته وشقيقه وباقي المتابعين في القضية إلى 21 شتنبر المقبل. أما بالنسبة للتهم، يتابع الطبيب حسن التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالتهم وضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون السن 18 سنة ممن يعانون من المرض. هنا وصلت لنهاية الفيديو، كانت معكم قناة فاتتي شاني، فضلا وليس أمرا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامة.